الآن في عندي موضوع جديد اللي هو سلوك المستهلك، صفحة 107. وسلوك المستهلك، يعني السلوك الرشيد لأي مستهلك، هو يعني ما يستطيع المستهلك من تحقيقه لأكبر قدر من الإشباع عن طريق أو في حدود دخله والأسعار السائدة في السوق. هذا يعني بسموه سلوك عقلاني للمستهلك، إنه بيشبع حال حاجته في حدود دخله والأسعار السائدة في السوق. بداية في عندي المنفعة الحدية. المنفعة الحدية تعريفها بداية إنه المنفعة المتحققة من استهلاك وحدة إضافية من سلعة معينة. يعني لما استهلك وحدة إضافية من سلعة معينة اسمها المنفعة الحدية. الآن يعني مثال، لو كان عندي مثلا صحن في شيء تمر مثلا أو شوكولاتة أو تجعان، أول حبة تاخذها من الصحن تعطيك منفعة، يعني تحس بإشباع، يعني تستلذ على أول حبة تاكلها. تاني حبة لو أكلت حضرتك إشباع أقل من الأولى، الثالثة أقل والرابعة أقل من الثانية، من الثالثة والخامس أقل من، وهكذا. والمنفعة الكلية عبارة عن مجموع المنافع المتحققة من الحبة الأولى زائد الثانية زائد الثالثة وهكذا. الآن في عندي مثال، لو أخذناه في عندي صفحة 111، يعني باختصار دخل المستهلك بيساوي 16 دينار، سعر الوحدة من السلعة ألف تساوي 2 دينار، 2 دينار، وسعر الوحدة من السلعة باء تساوي 1 دينار. الآن في عندنا الجدول التالي. الجدول التالي كده بتاخد الجدول كمية السلعة ألف وباء كمان زي بعض، خلينا نسميهم من 1 لـ 8، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. نحط خط يعني على أساس إنه الأرقام ما تتدخلش على بعضها البعض. نحط خط، تمام. الآن في عندي المفروض 4 أعمدة. المنفعة الحدية للسلعة ألف، والمنفعة الحدية للسلعة ب هنا 30، 28، 26، 24، 22 و20، 16، 10، وهنا 16، 14، 12، 10، 8، 5، 2، 1. الآن بدي أشوف كم كميات من السلعة ألف وكم كميات من السلعة باء بتحقق التوازن. بداية كده بيجينا السؤال، بنكمل الآن. سعر الوحدة من السلعة ألف 2 دينار، يعني هذا بدي أقسمه على 2، تمام؟ المنفعة الحدية للدينار المصروف على ألف بدي أقسمه على 2، 30 على 2 فيها 15، 14، 13، 12، 11، 10، 8، 5.
والمنفعه لحد يعدلون المصروف على السلعه باء. الان هذا بدي اقسمها على واحد لانه سعر باء واحد، هذا كله بدي اقسمه على واحد بيطلع زي ما هو 16 14 12 10 8 5 2 1. الان يا جماعه بدي اجي على العمودين الاخرانيين هذول، ايش في اثنين شبه بعض بدي اخذهم من 14 ل 14. بروح عند 14 كم؟ طبعا سعرها كم هذه؟ سعرها 2 دينار، هذا سعرها. بروح عند 14 بقول 2 في السعر هذا زائد 2 في السعر هذا 1 وبساوي 4 زائد 2 يساوي 6 اقل من مستوى الدخل. الدخل لازم 16، وين ساوي 16 بحقق التوازن. نروح عند 12 و 12 تمام؟ عند 12 القبالة هذه كمية كم؟ 3 والسعر تبعها كم؟ 1 زائد 12 الكمية تبعتها 4 والسعر تبعه كم؟ 2 3 زائد 8 يساوي 11 أقل من مستوى الدخل. بروح على بعديها اللي هو إيش ضل؟ 10 و10 الكمية تبعتها هذه كم؟ 4 في والسعر 1 زائد والعشرة هذه إيش الكمية تبعتها؟ 6 في 2 يساوي 4 في 1 ب 4 زائد 12 يساوي 16. هذه تمام، يتحقق التوازن. وين بتحقق؟ عند العشرة وعشرة. ها هذه السلعة إيش؟ سلعة باء. عند أربع كميات من السلعة باء، كم كمية من السلعة ألف؟ وست كميات وست كميات من باء. تمام. نروح لموضوع جديد.